اللهم صل وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية خالصة نابعة من قلب محب لله ورسوله، موجها من خلالها رسالة مليئة بأنوار المحبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحت شعار وتوالت بشرى الهوات في أن قد ولد المصطفى وحق الهناء، نحتفل اليوم بذكرى غالية على المسلمين، بذكرى من أعز الذكريات، ذكرى مولد خير البرية عليه الصلاة والسلام. وحتى تعم الهائلة وتعم المشاركة، فأعتذر من السادة الفقراء أننا سنخضع لبرنامج فقط لتسيير الأمور ولاستعمال الوقت. فليلة الأمداح والذكر بامتياز، إلا أنها ستتخللها إن شاء الله بعض المداخلات، يعني بسيطة وموجزة حتى تعم الفائدة، ويكون هذا المجلس إن شاء الله مجلس ذكر يعني ينال فضله ولا يخفى عليكم فضل مجالس الذكر اليوم. فلا بأس أذكر إخواني ببرنامج هذه الليلة المباركة، سنفتتحه إن شاء الله بقراءة جماعية لأئمة المساجد، ثم كلمة لشيخ الزاوية، كلمة ترحيبية لشيخ الزاوية سيدي عبد البر حفظه الله، وتليها أمداح نبوية. هذه الأمداح يعني كل مرة غادي نفتتحها إن شاء الله بالشرفاء ديال زاوية الأقصيص، ديال زاوية سيدي محمد المصري القوية، وكذلك غادي يكون يعني أمداح من طرف المقدم الحاج طيب إخواننا البوشتيين، وكذلك المقدم سي عبد الرحيم ولاد زين، ومجموعة ديال الفقيه الصالح اللي تحفونا بهاد الأمداح الجميلة. وفي الختام إن شاء الله غادي يكون مع المقدم ديالنا الحاج أحمد المبني، اللي من خلاله إن شاء الله غادي تكون العبارة وشاتم إن شاء الله تعالى. بالنسبة